أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات، نلتقي وإياكم مع برنامجكم اقرأ وارتقي الذي يأتيكم من على شاشة وفضائية العتبة العلوية المقدسة. ما زال الكلام عن بيان أبرز الاشتباهات التي تحصل في كل جزء، وإن شاء الله اليوم مع الجزء الثالث من القرآن الكريم وبيان أبرز الاشتباهات التي تحصل فيه. قبل ذلك نأخذ رواية في فضل قراءة القرآن، فعن أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه قال: البيت الذي يقرأ فيه القرآن ويذكر الله عز وجل فيه تكثر بركته وتحضره الملائكة وتهجره الشياطين ويضيء لأهل السماء كما تضيء الكواكب لأهل الأرض. وإن البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن ولا يذكر الله عز وجل فيه تقل بركته وتهجره الملائكة وتحضره الشياطين. إذن نشرع إن شاء الله وإياكم في بيان أبرز الاشتباهات التي تحصل في الجزء الثالث. في الصفحة 42 من سورة البقرة المباركة مع الآية رقم 255 اللي هي آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه. الاشتباه يحصل في كلمة تأخذه، هنا الذال مضمومة، بعض الناس يقرؤوها بالفتح لا تأخذه، هذا مو صحيح. أيضا ننتبه إلى كلمة ولا يؤوده حفظهما، ولا يؤوده، الدال مضمومة وليس ولا يؤوده، يؤوده غير صحيح. كذلك حفظهما وليس حفظهما، الضاء هنا مضمومة. في الآية 256: قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت. الراء في كلمة يكفر ساكنة، بعضهم يقرأها بالضم يقول فمن يكفر، هذا مو صحيح، هنا فعل مضارع مجزوم فبالسكون يكون. أيضا انتبهوا إلى كلمة فقد استمسك بالعروة الوثقى. كلمة الوثقى الواو مضمومة، فبعضهم يقرأها بالكسر الوثقى، هذا مو صحيح، فقد استمسك بالعروة الوثقى هكذا. في الصفحة 43 في الآية 257: والذين كفروا أولياؤهم، الهمزة مضمومة وليس أولياءهم. الآية 256 في قوله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج. هنا كلمة ترى هو الفعل مجزوم بحذف حرف العلة، فنلفظ فقط راء مفتوحة، فما نقول ألم ترى إلى الذي، هذا غير صحيح، الصحيح ألم تر إلى الذي. في نفس الآية في قوله تعالى: فأت بها من المغرب، فأت بها هكذا من دنيا، فأت بها. أيضا في نفس الآية: فبهت الذي كفر، فبهت هكذا تقرأ، بعضهم يقرأها فبهت، فبهت غير صحيح، صحيح فبهت الذي كفر. الآية التي بعدها 259 في قوله تعالى: فأماته الله 100 عام. كلمة 100 تلاحظون مكتوبة ألف وفوقها صفر مستدير دائرة صغيرة، هذه العلامة دائما تظهر على الألف والواو والياء، ما تظهر على غير حروف، فقط على ذن الحروف الثلاث. فإذا رأينا هاي العلامة موجودة وظاهرة على ذن الحروف الثلاثة، معناته هذن الحروف لا تلفظ أبدا، يعني كأنما غير موجودة ما نقراها. فانتقالتنا في هذه الكلمة كلمة 100 من يصير من الميم المكسورة إلى الهمزة المفتوحة، فنقول 100،
مئة وليس بعضهم يقرأها مائة. مائة غير صحيح، الصحيح مئة عام. أيضا في السطر ما قبل الأخير من هذه الصفحة المباركة، كيف ننشزها، كيف ننشزها وليس ننشزها، النون مضمومة كذلك الزاي مضمومة. انتقال وإياكم إلى الصفحة 44 والآية 260 في قوله تعالى: قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، فصرهن. هذه القراءة الصحيحة لهذه الكلمة، بعضهم يشتبه في قراءتها. أيضا في نفس الآية: ثم ادعهن يأتينك، ثم ادعهن. هذه الهمزة هنا همزة وصل، بعضهم يقرأها ثم ادعهن أو ادعهن، ثلاث مصححات، يكون همزة القطع ماكو وجود إلها، نقول ثم ادعهن هكذا. يأتينك وليس يأتينك، يأتينك سعيا، هكذا تقرأ. الآية رقم 266 في قوله تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون، يتبعون هكذا تقرأ وليس لا يتبعون، يتبعون، هي نفس الحروف لكن الحركات تختلف. أيضا في نفس هذه الصفحة في الآية 264: كالذي ينفق ماله رئاء الناس، رئاء هكذا تقرأ، رئاء يعني يفعل لغيره، ليرى غيره هذا الفعل. في السطر ما قبل الأخير في قوله تعالى: فتركه صلدا وليس صلدا، الصحيح صلدا، بعضهم يقرأها صلدا، هذا غير صحيح. نقلب الصفحة، الصفحة 45 في الآية 265 في قوله تعالى: أصابها وابل فآتت أكلها، فآتت أكلها. نعم، فآتت هكذا تقرأ، فآتت، وكلمة أكلها وليس أكلها، أكلها غير صحيح، أكلها صحيح. الآية 267 في قوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث، تيمموا هكذا تقرأ، بعضهم يشتبه مع كلمة تيمموا، يعني تتيمموا بإضافة تاء أخرى، وهذا مو صحيح، تيمموا يختلف معناها عن تتيمموا، فهنا تيمموا أي لا تقصد الرديئة من المال. أيضا في الآية 268 في قوله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر، كلمة يعدكم هكذا تقرأ، يعدكم الفقر، بعضهم يقرأها يعدكم أو يعدكم، ثنات ذني مو صحيحات، صحيحة يعدكم الفقر. في السطر ما قبل الأخير أيضا في قوله تعالى: ومن يؤت الحكمة، ومن يؤت هكذا وليس ومن يؤتى الحكمة، التاء هنا مفتوحة من دون إضافة ألف بعدها. في الصفحة 46 من الآية 271 في قوله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، فنعما وليس فنعما هي، فنعما هكذا تقرأ. وفي الآية 272 ننتبه إلى كلمة يوفى إليكم في قوله تعالى: وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وليس يوفى إليكم، بعض الناس يقرأها بهذه الطريقة يوفى إليكم، هذا مو صحيح، الصحيح أن نقرأها يوفى إليكم بالتشديد لحرف الفاء. أيضا في نهاية هذه الصفحة المباركة: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، علانية، الياء من دون تشديد، الخطأ الذي يقع به بعض الناس يضيف شدة إلى حرف الياء فيقول
سرا وعلانية. علانية هذه علانية غير صحيحة، ماكو شدة على الياء، علانية هكذا. الصفحة التي بعدها في الآية 275 في قوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون. هنا كلمة الربا تلاحظوها مكتوبة بواو وفوقها أكو ألف خنجري صغير، هذا الألف الخنجري الصغير إذا وجد أو رسم فوق الواو دلالة على أن هذه الواو لا تلفظ مطلقة. فهذه الكلمة يعني كلمة الربا كما سلفنا في الصفحة 39 في الحلقة السابقة تكلمنا عن هذا الأمر، أنه الواو إذا اجت فوقها ألف الخنجرية لا تلفظ، فنقراها الربا. كذلك هذا الألف اللي موجود بعد كلمة الربا عليه صفر مستدير، هذا أيضا لا يلفظ، هذا ساقط كما أخذنا في قاعدة الصفر المستدير أنه هذه الحروف لا تلفظ. جيد. الآية 277 في قوله تعالى: وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. آتوا الواو هنا مضمومة وضمت لالتقاء الساكنين. وننتبه عندما نقف على كلمة الزكاة ما نقراها وآتوا الزكاة بلفظ حرف التاء، وإنما احنا عندنا قاعدة كل تاء مربوطة سواء كانت هاي التاء اللي على شكل دائرة أو اللي متصلة بالكلمة اللي ينصح لها على شكل تسعة، رقم تسعة. فهذني التاءات المربوطة عند الوقف عليها تبدل إلى هاء، فنقول وآتوا الزكاة وليس زكاة. فقاعدة كل تاء مربوطة عند الوقف عليها تبدل إلى هاء. أما التاء الطويلة المفتوحة نصح لها، فهذه وقفا ووصلا هي ثابتة تاء. أيضا في هذه الصفحة المباركة في الآية رقم 280 ننتبه إلى كلمة وإن كان ذو عسرة فنظرة. فنظرة وليس فنظرة، الصحيح فنظرة أي بمعنى إمهال وانتظار. فبعض الناس يقراها فنظرة إلى ميسرة. انتقال وإياكم للصفحة 48 في آية المداينة أو آية الدين في قوله تعالى: وليكتب، في السطر الثاني، وليكتب، اللام هنا ساكنة وليس وليكتب بكسر اللام. أيضا جواها في السطر الثالث فليكتب وليملل، أيضا هذه لامات ساكنة فليكتب وليملل. نفسها أيضا تتكرر في السطر السادس فليملل وليه، هذه الكلمات كثيرة ما يحصل بها اشتباه عند قراءتها، فليملل. أيضا ممن ترضون من الشهداء، ترضون وليس ترضون. والسطر الثالث من أخير الصفحة في قوله تعالى وأشهدوا وليس واشهدوا إذا تبايعتم، واشهدوا إذا تبايعتم خطأ، وأشهدوا إذا تبايعتم، والفرق بالمعنى كبير. الصفحة الأخيرة من سورة البقرة المباركة في الآية رقم 283 فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. الذي اؤتمن، هذه الياء لا تلفظ انتقالا من الذال المكسورة إلى الهمزة الساكنة في كلمة اؤتمن، فأقول فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، هكذا تقرأ. أيضا في نفس الآية ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. آثم هذه تقرأ بهذه الكيفية، عندنا قاعدة كل همزة وراها ألف تقرأ هكذا، شلون آدم مكتوب عندنا، أيضا كلمة آثم نفس القراءة تقرأ. أيضا وأخيرا في هذه الصفحة المباركة أو تخفوه يحاسبكم به الله. يحاسبكم، الباء هنا ساكنة. انتهت سورة البقرة.
أنتقل وإياكم إلى سورة آل عمران المباركة، وقبل الانتقال نأخذ فاصل قصير ونعود وإياكم. بسم الله الرحمن الرحيم ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا زنجبيلا. الزنجبيل كما يرى ابن سينا في معجمه المحكم والمحيط الأعظم وما ينبت في بلاد العرب بأرض عمان، وهو عروق تسري في الأرض ونباته شبيه بنبات الراسن، وليس منه شيء بريا وليس بشجر يؤكل رطبا كما يؤكل البقل ويستعمل يابسا. واختلف المفسرون في المراد بالزنجبيل في الآية الكريمة، وهم في ذلك على عدة أقوال، والمشهور منها قولان: الأول إنه اسم لعين في الجنة يشرب بها المقربون صرفا وتمزج لسائر أهل الجنة، وقيل هو اسم للعين التي منها مزاج شراب الأبرار. ويؤيد هذا القول الحديث النبوي الشريف: أربع عيون في الجنة، عينان تجريان من تحت العرش، إحداهما التي ذكر الله يفجرونها تفجيرا، والأخرى الزنجبيل، والأخريان نضاختان من فوق العرش، إحداهما التي ذكر الله عينا فيها تسمى سلسبيلا، والأخرى التسنيم. أما الثاني أنه شراب ممزوج بالزنجبيل، لما كانت العرب تستطيبه وعدهم الله عز وجل أنهم يسقون في الجنة الكأس الممزوجة بالزنجبيل الجنة، وهو لا يشبه زنجبيل الدنيا. هذه عودة مباركة أحبتي الأكارم، ونكمل وإياكم الجزء الثالث في هذه الحلقة من برنامجكم اقرأ وارتقي الذي يأتيكم من على شاشة وفضائية العتبة العلوية المقدس. وصلنا وإياكم قبل الفاصل إلى سورة آل عمران المباركة، وقد جاء في فضل قراءة سورة آل عمران المباركة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من قرأ هذه السورة أعطاه الله بكل حرف أمانا من حر جهنم. إن شاء الله نشرع بأبرز الاشتباهات والتي قد يقع بها بعض الناس في قراءتهم لهذه السورة المباركة. في الصفحة رقم 51 من هذه السورة المباركة في قوله تعالى في الآية 13: وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. هنا كلمة يرونهم وليس يرونهم، مثليهم هكذا تقرأ بفتح اللام، رأي العين أيضا هذه ياء مفتوحة رأي العين. في الآية 15 في قوله تعالى: قل أنبئكم، قل
أنبئكم. هنا انتقالات شوية، عندنا همزتين مع انتقالة بين فتحة وهم الضم، بعدين عندنا فتح، فبالتالي شوية قد لربما عند بعض الناس يواجهون صعوبة في نطقها. فالصحيح أن نقول هكذا: قل أنبئكم، أنبئكم. أيضا في الآية رقم 20 من هذه السورة المباركة: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، ومن اتبعن. كلمة ومن اتبعن نقف عليها بنون من دون إضافة ياء، يعني ما مرسومة الياء هنا، فنقول ومن اتبعن وليس ومن اتبعني. أيضا في نفس هذه الآية المباركة: فإن أسلموا فقد اهتدوا، اهتدوا واو مسبوقة بدال مفتوحة، فما أقول فقد اهتدوا، اهتدوا خطأ، اهتدوا هي الصحيح. أيضا في نفس الآية نفس الكلام اللي قلناه في كلمة فقد اهتدوا يتكرر مع كلمة وإن تولوا، ما أقول وإن تولوا. في الآية رقم 21 في قوله تعالى: ويقتلون الذين يأمرون بالقسط، السين هنا يجب بيانها، عند بعض الناس لربما يبدلونها صادا. عندنا بلهجتنا العامية هواي كلمات أكو حرف سين لكن نبدل هذا حرف السين إلى صاد، مثلا كلمة سلطان، كلمة يبسط أو مبسوط مثلا، كذلك بالقسط يقولون بالقسط بالصاد، هذا مو صحيح، الصاد واحد، إذا قلنا بالصاد يعني راح تقرأ هكذا بالقسط، أما بالسين فكون تقرأ بهذه الكيفية بالقسط، بالقسط هكذا. أيضا الصفحة التي بعدها في الآية رقم 31 من هذه السورة المباركة في قوله تعالى، أو الآية 30 قبلها، عندنا كلمة ويحذركم، هنا الراء مضمومة والكاف أيضا مضمومة، ويحذركم الله نفسه وليس ويحذركم، الراء بعضهم يقراها بالفتح، الصحيح بالضم. أيضا ننتبه إلى كلمة فاتبعوني يحببكم الله، مو يحببكم، الباء ساكنة، عندنا باءين، باء الأولى مكسورة والثانية ساكنة، البعض يشتبه في قراءة الباء الساكنة بالضم. في الآية رقم 37 فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، هنا كلمة وكفلها بالتشديد، بعضهم يقراها وكفلها، هذا مو صحيح. الصفحة التي بعدها في الآية رقم 42 ينبغي الانتباه إلى أن هنا الخطاب للأنثى: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك، فالكاف هنا مكسورة، بعد ننتبه السياق الكلام مع السيدة مريم، بعضهم قد يأخذ السياق الذكوري فاصطفاك طهرك واصطفاك، هذا كله مو صحيح، فكون ننتبه إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وأيضا ننتبه إلى هذه الكافات المكسورة، من نشبعها ويتولد من عندها ياء، يعني ما أقول إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، فقط كسرة تحت الكاف وننتقل للحرف الذي بعده. في السطر ما قبل الأخير من هذه الصفحة المباركة في الآية 45: إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح، منه اسمه، هنا الاشتباه يحصل في كلمة اسمه، الهمزة في كلمة اسمه همزة وصل، فإذا اتصلنا اللي قبلها بهذه الكلمة كن من الفض الهمزة، بعد همزة الوصل تسقط، فانتقالتنا من الهاء الساكنة للسين رأسا، منه اسمه، منه اسمه وليس منه اسمه المسيح. أيضا ننتبه إلى الآية 47: قال كذلك الله يخلق ما يشاء، كذلك الله،
لفظ الجلالة هنا اللام ترقق باعتبار الكاف اللي سبقتها كانت مكسورة، فإذا ترقق. أيضا ننتبه إلى كلمة أني في قوله تعالى ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم، الآية 49. بعضهم يقرأها بالكسر يقول إني، صحيح هي أني. الصفحة التي بعدها في قوله تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا، تعالوا هنا بلام مفتوحة وليس مضمومة، بعض الناس يقرأها فقل تعالوا، صحيح تعالوا ندعو أبناءنا. أيضا روحوا ويانا إلى الآية 64، إذا تلاحظون في نهاية الآية 64 فإن تولوا فقولوا اشهدوا، فقولوا اشهدوا، تلاحظون هذه الواو هنا تسقط عند الاتصال مع الكلمة التي بعدها بسبب التقاء الساكنين، فنقول فقولوا اشهدوا وليس فقولوا اشهدوا، هذه قراءة غير صحيحة. انتباه شديد أيضا ننتبه إلى الآية 68 في قوله تعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين، للذين، لام هنا مفتوحة وليست مكسورة، بعض الناس يقرأها للذين، هذه قراءة غير صحيحة، الصحيحة هي للذين. الصفحة التي بعدها في الآية رقم 72 في قوله تعالى الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره، كلمة واكفروا ما أقول واكفروا، الصحيح هي واكفروا، واكفروا آخره. في الصفحة 60 الصفحة ما قبل الأخيرة من هذا الجزء بداية الصفحة في قوله تعالى في الآية 78 وإن منهم لفريقا يلوون، يلوون نلفظ واوين هنا، بعض الناس يقرأها يلون، هذه غير سليمة هذه القراءة، الصحيح أن نقرأ يلوون، تلاحظون أكو واو كبيرة مرسومة وبعد أكو واو صغيرة، هنا نلفظ الواو الكبيرة اللي فوقها ضمة بعدها أيضا واو مدية فنقول يلوون، نظير كلمة داوود يلوون نفس الطريقة. الآية 80 من هذه السورة المباركة في قوله تعالى ولا يأمركم، وفي نفس الآية أيأمركم، فلاحظوا كونوا تفرقون هناك في كلمة لا يأمركم الراء مفتوحة، وإذا نكمل تجينا كلمة أيأمركم الراء هنا مضمومة، فكون يصير تفريق بين الكلمتين، ديك ولا يأمركم هنا أيأمركم. في الآية 81 وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم، لما، بعض الناس يقرأها بالتشديد ويقول لما آتيتكم، صحيح لما، لما آتيتكم. أيضا في نفس الآية ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن، لتؤمنن، هكذا تقرأ بلام مفتوحة وليس لتؤمنن. وأيضا في نفس الآية ولتنصرنه، ولتنصروا، الصاد والراء مضمومات، نتعود على ذلك الكلمات لربما ما معتادين في لهجتنا أن نقرأ هكذا انتقالات وحركات، فلربما عند بعض الناس يجدها يعني صعوبة في قراءة هذه الكلمة، لكن ممكن بالتمرين والمتابعة والاستمرار بالقراءة تصير عدة سهلة والانتقالات بهذه الحركات تكون سهلة، فنقرأها هكذا لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. أيضا في الآية 81 قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم، كلمة فاشهدوا الهمزة همزة وصل
وكلمة أنا معكم وأنا معكم. تلاحظون على الألف مرسومة أكو صفر يسمى هذا الصفر المستطيل، وهذا الصفر دائما يظهر فقط على الألف. أكو فرق بين هذا الصفر والصفر اللي تكلمنا عنه صفر المستدير. هذا الصفر المستطيل إذا ظهر على الألف معناته أنه هذا الألف ثابت في حال الوقف على هذه الكلمة على هذا الألف. يعني إذا وقفت أقول وأنا، لكن لو استمرينا ما وقفنا على هذا الألف وقرأنا الكلمة اللي بعدها فهنا الألف سوف يسقط ولا يقرأ. فأقول وأنا معكم، وأنا معكم وليس وأنا معكم. الصفحة الأخيرة من هذا الجزء المبارك ننتبه إلى قوله تعالى ثم ازدادوا كفرا لن تقبل، لن تقبل، التاء هنا مضمومة. وأيضا في نهاية السطر الأخير من هذه الصفحة المباركة ولو افتدى، ولو افتدى، الواو هنا مكسورة باعتبار التقاء ساكنين فتكسر هذه الواو ونبين الكسر اللي موجود تحت الواو ونقول ولو افتدى به هكذا. إذا نصل وإياكم إلى نهاية هذا الجزء المبارك الجزء الثالث، نلتقي وإياكم مع الجزء الرابع. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.